السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا روتور موفي ستار. واحد الصديق عندي فلاشين ديالي طلب مني باش ندير ليه الكونفيغوراسيون، وانا اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقة ديال الكونفيغوراسيون ديالو. هاد موفي ستار بغينا نردو بوان داكسي. اول حاجة غادي نشعل الروتور. الروتور شاعل كما كتشوفوا. ثاني حاجة نأتي بإبرة، هذه إبرة، وغادي نديروها في الريزيت لمدة 15 ثانية. كما كتلاحظوا درنا ليه الريزيت. هذا الخيط هذا او الكابلي هذا جاي من الروتور الرئيسي اللي غادي ناخذ منه، جاي من الروتور الرئيسي. غادي نديروه هنا في المنفذ ديال الانترنت. ها كما كتلاحظوا وهذا الكابلي جاي من البي سي، هو اللي غادي نديرو بيه الكونفيغوراسيون ان شاء الله. نركبوه في احد هذه المنافذ، ودابا اخوتي غادي ننتقلوا ان شاء الله للحاسوب ونكملوا الشرح ديالنا.
بعض الفنانين الذين انظر ماذا فعل هذا الرجل عنده.